دلوقتي اظن احنا مش محتاجين نتكلم اكتر من كده عن اهميه الطب النفسي والتاهيل النفسي في الرياضه بشكل عام. ومع هذا احنا اتاخرنا سنين طويله جدا بالمقارنه بغيرنا من الدول اللي احنا المفروض ان احنا مدركين زيهم اهميه هذا الملف. التاخير ده كان نتيجه ايه؟ ليه؟ كان نتيجه نقص الوعي. كان في عدم وعي كبير باهميه المعد النفسي في الفرق الرياضيه والاتحادات، ويعني ده موجود في اوروبا بقاله سنين طويله جدا. صحيح. من اهم الملفات حاليا الموجوده في معظم المنتخبات الاوروبيه موضوع دور المعد النفسي او الاخصائي التغذيه في بعض الملفات المهمه قوي في الجهاز الفني، احنا متاخرين فيها بزياده. يعني حاليا دلوقتي في معظم الدول في العالم اهم من او من اهم يعني افراد الجهاز الفني اخصائي تغذيه، بيفرق جدا جدا، معد نفسي بيفرق جدا في كل حاجه. حضرتك احنا دايما في البطولات اللي احنا بنشوفها دايما الجمهور مش بيشوف الكواليس. يعني في بطوله ممكن نكسبها بشكل معين او نخسرها لا قدر الله، لكن الكواليس اللي داخل الملعب اللي بتحصل او في التمرين حضرتك مش بنشوفها او الجمهور مش بيشوفها. صحيح. بسبب الاعداد النفسي احنا في كم بطولات لعيبه على مستوى العالم بتخسرها بسبب الناحيه النفسيه كارثيه. ورغم ان الموضوع مهم جدا وبيفيد اي حد، بس لازم يكون في وعي وثقافه بيه عند كل بيت وعند كل اسره وعند كل اتحاد وعند كل وزاره. ده مهم جدا 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 وبيفرق جدا في البروجرس بتاع اي لاعب. اكيد. كل ما بنروح لبطوله، كل ما بنقرب بالذات للمستوى الدولي، كل ما الطموح بتاع اللاعب بيزيد، ومعاه طموح الاسره، ومعاه طموح المدرب، ومعاه فالناس كلها في يعني في ناس كتير قوي غير طموح الجمهور اللي بيشكل ضغط في حد ذاته. ده 100%. فلازم يبقى اللاعب بقى ازاي احنا نخليه يبقى مهيئ نفسيا لده، ازاي يفكر بالشكل الصح، ازاي ما يبقاش داخل بيلعب النهارده مثلا بطوله او عنده فاينل واشيل من عقله كل الافكار. صحيح. دايماً. احنا محتاجين احنا في حياتنا اخصائي نفسي يعني مش بس رياضيين. والله ملف غايه الاهميه وناس بتتكسف لحد دلوقتي رغم كل التطور اللي حاصل في الثقافه وغيره، لكن في ناس تقول لك لا انا ما اروحش ازور طبيب نفسي يعني، او بيعايروا بعض ده مع ان في ناس كتير نعرفها محتاجه واحنا والله محتاجين. بص هم اول حاجه احنا لازم نفصل المصطلحين، في الطبيب نفسي ده اساتذتنا واخواتنا اللي هم خريج كليه الطب وده ليهم اتجاه خاص بيهم ساعات بنحتاج له، واساليب بقى في العلاج اساليب مختلفه ومش ده اللي بنشتغل بيه مع اللاعبين، وفي اللي هو زي الاتجاه اللي احنا شغالين بيه اللي هو المعد النفسي للرياضيين اللي هو زي لايف كوتش بمعنى اصح. يعني هو ليه كذا مسمى وليها كذا مدارس، كل مدرسه ليها الشكل بتاعها. كويس. في جزء منه طبعا ليه علاقه بالناحيه الحياتيه او اللايف كوتش، وفي ليه ناحيه من الناحيه النفسيه، وفي بقى الطب النفسي ده اتجاه تاني خالص. ده في حاله فقط ما اذا لو كان اللايف كوتش لايف كوتش فعلا، مش اللي هو واخد كورس وبيطلع. هي دي اللي انا بتكلم فيها عشان فعلا بقى الموضوع بقى اكتر. بالظبط. لا ده في اعلاميين كده طبعا بلا ذكر اسماء لكن هم معروفين، يعني هي مش فاهمه حاجه اساسا، هي مش فاهمه حاجه طالعه تدي نصايح، فهي حاجه يعني عايز اقول لحضرتك صعبه جدا. في معظم دول اوروبيه في الشركات الانترناشونال بعيدا عن الرياضه لازم في حد شغال معاهم له علاقه بالاداء النفسي للموظفين للسيلز للاتش ار، ازاي يتعاملوا مع الجمهور. يعني الموضوع بقى مهم جدا 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 بيفرق في كل المجالات مش في الرياضه بس. صحيح. حلو.